تطورات جديدة تشهدها أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد انتقاد الرئيس الأمريكي لموقف أديس أبابا المتعنت ودعم الموقف المصري السوداني وعودة المفاوضات مرة أخرى بين الأطراف المختلفة بعد انقطاع لأكثر من شهرين. فهل تشهد الأزمة انفراجة قريبة أم يتعقد الأمر أكثر؟ هذا ما أناقشه مع ضيفي دكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. أرحب بحضرتك دكتور عباس. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسلامه. اهلا بك دكتور عباس. في البدايه، دلاله انتقاد اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب لاثيوبيا بشان سد النهضه، الاشاره الى امكانيه رد عسكري مصري على التعنت الاثيوبي. يعني اولا التصريحات الامريكيه ظهر للجميع منها موقف امريكا من مشكله سد النهضه، وان امريكا غاضبه من التصرف الاثيوبي. ولكن صحيح أن التعبير الأمريكي تأخر كثيراً، لأن إثيوبيا تغيبت عن توقيع اتفاق سد النهضة في فبراير الماضي، وإحنا الآن في نهاية أكتوبر، يعني شهور طويلة. لكن إثيوبيا أمريكا الآن عبرت عن رأيها أنها غاضبة، وبالفعل نفذت الشهر الماضي قطع جزء من المساعدات الأمريكية لإثيوبيا، قطعت بالفعل جزء، حتى الرئيس ترامب قال ان هذه الاموال لن تعود مره اخرى الى اثيوبيا الا بعد توقيع اتفاق سد النهضه. وبالتالي لكن هذه التصريحات طبعا ايضا التصريحات بينت مدى خطوره الموقف الحالي، لان من وجهه نظر الرئيس الامريكي ايضا ان مصر لن يعني تصبر يعني كثيرا، يعني صحيح هو قال بالتحديد ان مصر لن تستطيع ان تعيش يعني على هذا الموقف، وبالتالي يبقى مصر كأن حد لسان حاله بيقول ان مصر لن يعني تسقط طويلا بهذا الشكل، وقد يصل الامر الى نسف سد النهضه. هذه التصريحات طبعا الخطيره، وان كان هذا القرار ده قرار مصري 100%، والرئيس السيسي يعني في اكد من شهرين ان مصر لا تفكر اطلاقا في الخيار العسكري وان مصر متمسكه بمسار المفاوضات، لكن تلك التصريحات جعلت من الاتحاد الافريقي ان هو يتحرك. لولا تصريحات الرئيس الامريكي ما كانش هذا اللقاء هيتم، لان الاتحاد الافريقي احنا اخر لقاء تم كان من حوالي اكثر من شهرين، وبالتحديد في 21 اغسطس الماضي. وبالتالي هذه التصريحات حركت المياه الراكده للمفاوضات، خلت الاتحاد الافريقي ان هو ينظم اللقاء اليوم، وسرعة الوصول إلى اتفاق، لأن واضح دلوقتي أن الأمر خطير. أيضا الجانب الإثيوبي خد التصريحات الأمريكية، صحيح طلعت يعني رد إثيوبي، يعني ده برضو حفاظا على الكرامة الإثيوبية، أن إثيوبيا مصممة على بناء السد وغير، وإحنا مصر لم تطلب وقف بناء سد النهضة. طيب، ولكن بما ان حضرتك تطرقت للتصريحات الاثيوبية او الرد الاثيوبي على ما جاء من الرئيس الامريكي، اثيوبيا قالت او المكتب ابي احمد رئيس الوزراء قال انه ما زالت التصريحات بتهديدات حربية لاخضاع اثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة. هذه التهديدات والاهانات للسيادة الاثيوبية هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي. ليه دايما إثيوبيا بتتعمد وصف الشروط بأنها غير عادلة؟ لماذا؟ يعني أولا لا توجد أي تهديدات تمت مصر، لا يوجد أي مسؤول مصري أنه يكون قام بتهديد إثيوبيا، بل بالعكس اللي جاب سيرة القوى العسكرية هو رئيس الوزراء الإثيوبي من حوالي في أكتوبر 2019، ذكر بالتحديد قال ان اثيوبيا مستعده تحشد مليون اثيوبي للدفاع عن سد ده كان النهضة. رد على كلام في البرلمان الاثيوبي، يعني ما كانش تحريض واضح ولا كانت لهجه عدائيه واضحه، ده كان رد على سؤال توجه ليه. لا، ما هو الداعي ان انا اقول ان في مليون اثيوبي ممكن احشدهم للدفاع عن سد النهضه؟ يعني هل هناك كان في ذلك الوقت كان في تهديد مصري؟ لو كان في تهديد مصري في ذلك الوقت كان ممكن هو بيرد ان هو يدافع عن اثيوبيا، لكن لم يعني يخرج اي مسؤول مصري على جميع المستويات ان هو يهدد اثيوبيا. وأيضاً سمعنا رئيس الاركان النائب رئيس الاركان من حوالي 3 شهور وايضا بيقول ان اثيوبيا مستعده للدفاع عن سد النهضه. طبعا هو ما هو الداعي ان احنا نلوح بالقوى العسكريه اذا كان ما فيش؟ ده بالعكس الرئيس السيسي زي ما قلت لحضرتك من شهرين اكد انه يعني لا تفكير في القوى العسكريه، يعني بل بالعكس احنا متمسكين بمسار المفاوضات. اللي ذكر القوى العسكريه ونشف السد هو الرئيس الامريكي ترامب، ولكن ليس معنى ذلك ان مصر تنقاد وراء هذا التصريح وان مصر تاخذ هذا الخيار. ما زلنا متمسكين بالتفاوض، بدليل
ان مصر تمشت مع المفاوضات اللي بيقطع الاتحاد الافريقي. طبعا علمنا ان الاتحاد الافريقي ربما يعني مثلا الخبره الكافيه لحل مثل هذه المشكله، ومع ذلك مصر تجاوبت معهم واجلنا مجلس الامن الى ان نرى ماذا يفعل الاتحاد الافريقي. واذا فشل الاتحاد الافريقي في هذه المفاوضات فبالفعل مصر متقدمه بمذكره في اول مايو الماضي لمجلس الامن، وده اللي كنا بنفضله من الاول، ان مجلس الامن اقوى من الاتحاد الافريقي ويستطيع ان هو يفرض قراراته على الدول الثلاثه. ولكن احنا الان في انتظار بعد ما الدول الثلاثه شعروا بالخطر وان هناك يعني ضروره للوصول الى اتفاق لصالح الدول الثلاثه، ان شاء الله تبدا من اليوم بلقاء الوزراء من الدول الاتحاد الافريقي. مدى دوره او مدى الزاميه ما يخرج به من الحوار للدول الثلاث، يعني هل الاتحاد الافريقي اذا قال باستطاعته ان يلزم الدول الثلاث باجراءات بعينها ام انها توصيات؟ لا، هي الاتحاد الافريقي مؤسسه دوليه كبرى عالميه وهو مختص بشؤون القاره الافريقيه، ولكن مجلس الامن في انتظار حاليا ما يسفر عنه تدخل الاتحاد الافريقي، لان مجلس الامن عقد جلسه في نهايه في بالتحديد يوم 29 يونيو الماضي، ولكن الاتحاد الافريقي طلب من مجلس الامن ان يمهله الفرصه وان يعطيه ان هو يحل مشكله افريقيه داخل القاره الافريقيه، وبالتالي مجلس الامن وجد لا مانع من ان الاتحاد الافريقي ياخذ فرصته ويحل مشاكل من مشاكل افريقيا. ولذلك هذه المشكله يعني هي بالنسبه للاتحاد الافريقي فعلا هتبقى نقطه تحول، لو استطاع ان يحل هذه المشكله هيبقى الاتحاد الافريقي قادر على حل مشاكل القاره الافريقيه بعد كده. لكن هل الاتحاد الافريقي عنده القوه او ان هو يقدر يفرض؟ لا، الاتحاد الافريقي ما عندوش يعني قوه، لا قوه عسكريه، القوه العسكريه بتاعته هي يعني مجموعه من الوحدات من الدول واهمها مصر، وبالتالي ليس لديه القوه لا الماديه ولا العسكريه ان هو يفرض راي، ولا حتى الخبراء اللي هم ممكن. طب ايه راي حضرتك فيما يقال بعض الباحثين قالوا انه موقف الاتحاد الافريقي متحيز إلى حد ما لإثيوبيا، لأن كما أن أغلب دول حوض النيل أيضا بتقف إلى جانب إثيوبيا إما بتأييد بناء السد أو بالحياد مع عدم الممانعة في إنشاؤه، بما في ذلك إريتريا التي انتقلت من دعم مصر إلى مربع الحياد بتوقيع اتفاقية مصالحة مع إثيوبيا في يوليو 2018. رأي حضرتك في الكلام ده؟ هو بالنسبة للاتحاد الإفريقي وانحيازه لإثيوبيا، لا يعني إحنا عارفين تماما أن مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا إثيوبيا، وأن معظم اللجان بيسيطر عليها القيادات الإثيوبية، وبالتالي وهناك علاقات قوية ما بين إثيوبيا ودولة جنوب إفريقيا اللي بتتولى الاتحاد الإفريقي هذا العام. فإحنا ومع ذلك إحنا نعلم مدى العلاقة ما بينهم، ومع ذلك قابلنا لأن إحنا مؤمنين بقضيتنا وعارفين إن إحنا كل اللي عايزينه ان الاحترام المبادئ الدولية، احنا لا نطلب شيء غير عادي، كل ما نطلبه هو ان عندما يقام مشروع على نهر دولي ان تتم مراعاة الدول المصاب، وايضا مبدأ عدم الضرر اللي هو موجود في القانون الدولي وموجود في جميع الاعراف الدولية، وعدم اتخاذ قرار احادي ايضا دي مبادئ دولية. فاحنا كل اللي طالبينه، ولذلك امريكا يعني امريكا مش منحازة لمصر، امريكا يعني شايفه ان يعني في لاي مدى تقدر تضغط على مصر عادي. يعني بعد تصريحات ترامب ايه الاجراءات الاخرى اللي ممكن تضغط بيها على اثيوبيا؟ ايه الاجراءات اللي ممكن تتبعها واشنطن للضغط على اثيوبيا بخلاف منع جزء من المعونه الامريكيه، التصريحات زي تصريحات الرئيس الامريكي، ايه الاجراءات الاخرى؟ يعني اهم شيء وهو ان امريكا تظهر انها ليست متفقه مع اثيوبيا فيما تفعله الان، أن إثيوبيا تعترض، أن أمريكا تعترض على الموقف الإثيوبي، لأن الموقف الإثيوبي بهذه الطريقة هو تعنت، لأن ما صاغ الاتفاق هو أمريكا معها البنك الدولي وليست مصر. فإذا أمريكا شايفة أن حصلت مفاوضات وأن أمريكا بذلت جهود كبيرة وأشرف عليها الرئيس الأمريكي بنفسه، وأنها وصلت إلى اتفاق يعني عادل حتى من وجهة النظر الأمريكية وليس المصرية، وبالتالي إثيوبيا هي اللي تعنتت وامتنعت عن التوقيع في آخر يوم، وحتى يعني أبدى استياءه الرئيس الأمريكي من التصرف الإثيوبي بعدم الحضور في اليوم التوقيع بعد مفاوضات
سواء 9 سنوات من المفاوضات ما بين مصر وإثيوبيا أو 4 شهور اللي تمت في واشنطن. فهنا غضب أمريكا ده يكفي، لأن معنى كده أن لما نواصل في مجلس الأمن هيبقى في تأييد أمريكي للموقف المصري، وبالتالي ده ليس في صالح إثيوبيا، لأن يعني أمريكا يعني إحنا لو أمريكا أبدت اعتراضها على موقف مصر، لو فشلت المفاوضات، الاتحاد الإفريقي إيه الإجراءات اللي بيتبعها في هذه الحالة؟ الاتحاد الإفريقي كل اللي هيعمله أنه هيكتب تقرير ويقدمه لمجلس الأمن، لأن مجلس الأمن لما عقد جلسته أجل يعني مناقشاته للقضية إلى أن طيب إذا حول الاتحاد الإفريقي القضية لمجلس الأمن، إيه الإجراء اللي بيتخذه مجلس الأمن؟ لا، مجلس الأمن هنا بيواصل عملية المفاوضات عن طريقه، بيختار وسيط. إمتى يوصلها لمحكمة العدل الدولية؟ هنا لما يعملوا اقتراح، وإن يبقى فيه طرف من الأطراف لا يقبل التوصيات الوسيط، يبقى في الحالة دي يبقى فيه تعنت واضح من أحد الأطراف، فيحيل الموضوع لمحكمة عدل الدولة، يبقى مطلوب موافقة الدولة الأخرى، لأن إحنا أصبحنا أمام موضوع وتم مناقشته عن طريق مجلس الأمن وفي وسطاء، وفي النهاية إذا عجزت ممكن يحول الموضوع لمحكمة عدل دولية، على الأقل ممكن هتعطي فتوى في الموضوع ويبان أمام المجتمع الدولي من هو المتعنت والذي لا. أيوة، لأن محكمة العدل الدولية هتعطي حجية قانونية ولكنها لن تكون لها أهمية سياسية، مظبوط الكلام ولا؟ هنا مجلس الأمن يتبنى القرار، وفي هذه الحالة قرار قابل للتنفيذ، وإذا لم ينفذ تتخذ الإجراءات، سواء بقى هنا بقى المقاطعة الاقتصادية أو حصار أو غيره. هذه الأشياء إحنا حصار من مين يا دكتور؟ حصار من مين؟ إذا كانت الصين ليها استثمارات هناك، تركيا ليها استثمارات هناك، بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات والكويت ليها استثمارات كبيرة في إثيوبيا، إزاي حتى إسرائيل كمان، إزاي هيكون في مقاطعة أو ضغط مادي على إثيوبيا في ظل هذه الشراكات؟ إذا كانت هذه الدول لها مصالح ويبقى هنا في الحالة هذه الدول سوف تضغط على إثيوبيا أن تصل إلى حل يكون في صالح الدول الثلاثة، هيبقى وبالتالي هنا يعني لأن حفاظا على مصالحهم لازم يضغطوا على إثيوبيا ما يوصلوش الأمر إن في قرارات ضد إثيوبيا ولا تنفذ، لأن في دول لها مصالح لكن عايزين مصالحهم، يبقى لازم إثيوبيا تستجيب لمطالب المجتمع الدولي وليس للمطالب المصرية. نعم، دكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا للانضمام إلينا. شكرا جزيلا. شكرا كفاية.